انا هنا علشان التعليم المجاني اللي بيقولوا عليه، وبعد ما بتتخرج مفيش فرصه عمل، بيقول لك انت غير مؤهل. طب غير مؤهل، ما انتوا اللي علمتوني. ماشي، بتروحوا تجيبوا عماله من بره واحنا ما بنشتغلش. دخلت الجيش، سنه من عمري راحت، وخرجت ما لقيتش شغل. الموضوع زاد عندي اكتر. هو انا هنا عشان كده، انا هنا عشان بطالب بحقي، عايزين يبقى في انتخابات نزيهه. مش عايز انزل من بيتي رايح الانتخابات الاقي الامن المركزي والبلطجيه بتوعهم واقفين بيضربوني. نتمنى ان بلدنا تبقى في ديمقراطيه وحريه، وشباب تاخد فرصتها في الحياه زي بقيه، بدل الوسايط والمحسوبيه. عاوزين ده كله يتجه، وتبقى الناس كل واحد ياخد حقه. مش اكتر الطاقة تفضل موجودة، الطاقة موجودة كل ما الإرادة موجودة. نقعد في الميدان هنا وننظم جهدنا وطاقتنا. اليوم طويل وكلنا في ميدان التحرير مع الإعلان تغيير مصر. أنا استجبت لدعوة شباب مصر للتظاهر من أجل إعلان موقف ورأي واضح جدا للمجتمع المصري، وهو رفضه للاستبداد والطغيان تزوير الانتخابات. وده صوت مصر الحقيقي اللي بيطلع من قلب ميدان التحرير. والأمن كما هو معتاد عنف، ثم تراجع عن العنف، ثم عنف مرة أخرى، إلى أن يقضي الله أمرا كان مقضية. يعني شعبنا هو لسه فيه، دبت فيه الحياة، رياح تونس حلت علينا، آن الأوان نحرر بلادنا ونطهرها. إن شاء الله نقدر نصمد هنا لغاية ما نغير نظامنا ونعدل وجه الحياة في مصر ونحل مشاكلنا ونرجع الكرامة لشعبنا. نوزع الناس عشان إن شاء الله هي اللي بالاعتصام ومش هتعدي. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام.